أحبائي وأخواني وأبنائي أهل الكويت الأوفياء، إن قلقكم يتعبني ويؤلمني، فكيف أرتاح إذا لم تكونوا مرتاحين؟ وكيف يهدأ لي بال إذا كنتم قلقين؟ أريدكم أن تطمئنوا ولا تقلقوا، فلن نسمح بالمساس بكويتنا الغالية. إن قلوبنا لتحزن. وداعا أمير الإنسانية، وداعا يا ريحة أهل الكويت، وداعا يا صاحب البسمة الدائمة، وداعا يا ماسحا على رؤوس الأطفال في كل بقاع الأرض. عراب الدبلوماسية، رائد الديمقراطية والحرية، شيخ الدبلوماسيين العرب والعالم، بطل التحرير من براثن الغزو الغاشم. رحل صباح الإنسانية، وسيخلد اسمه في قلوب الكويتيين والعالم. تبكيك الكويت يا والد الشعب، يا طيب القلب والمعشر، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.